أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل وكل شيء فعلوه في الزور وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء وكل صغير وكبير مستطر إنا كل شيء خلقناه
وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن يا عمنا خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والحب ذو العصف والريحان فبأي آلام
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان ما شاء الله تعليم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله أكبر الله 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 ما شاء الله تعالى
يسأله من في السماوات والأرض. نعم نعم. السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.